في احد عنده معاون؟ عنده معاون يا اخوي. نبغى حلاق يا اخوي، ابغى حلاق. حلاق فراحت هيبه العنده وراحت هيبه المعاون العنده، راحت والله. حل الله زمن عبد المجيد بن نفار، حل الله زمن العمده الاول هذاك، ما كان احد يرى ايش زمن الدجه اللي دخل ريجي العظام. تقولها افا اذكره كان لو يدري بالعلوم اللي صارت. تعقل لي الله ما لي حيل قاعد اقلب فيك. بعدين انت اليوم زاين يا عبد الرحمن. ها زاين انت. خلاص لما قال لي تعلم زين قبل الساعه 1 ابو فراج. لا شوف هذا ابو فراج اليوم مطبخ. ابو فراج لا اسمع اليوم ايش؟ اليوم انت زاين كل شيء شغله رهيب. شغله اسمع اليوم زاين. اوكي ممتاز الله اني يوفقك استرم قلبي ابو خليفه ما شاء الله عليك. اكمل جنب جايك وش ماكل انت؟ وش موكلينك البارح؟ مفطر منور والله ما مفطر يجي له اليمس. مفطر انت خوينا اليمس عبد الرحمن؟ مفطر تبوله بلافي ابو ضيف الله. مفطر تبوله بالعسل. مفطر كليجه بال شكلك ما كلك كليجه صح؟ شكلك كليجه مفطر كليجه شوف البركة سبحان الله. طلع اشقر عيون طلع اذا 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 فطرت كليجه سبحان الله تبارك وجهك سبحان. حتى اهلك ما عاد يعرفونك يحسبونك ملاك نازل من السماء. كلنا بنفطر كليجه اذا الوضع والله ناي شاعر رجال والله شلونك؟ والله ناي شاعر رجال. تدري ليش؟ اسبوع مدري ثاني اسبوع مفطرين كليجه. بدينا الحين بدينا يا اخي عشان الجميل يا وليد. تدري ايش يبغون يقول؟ وين الجمال يا ابو وليد نفار؟ يا اخي سبحان الله ربي وجه الجمال. بين عصيمي ديربي انا يا وليد. بين عصيمي يا ولد الحاسد الرازق في السماء والحاسد في الارض. ايش قلت لك امس؟ نقص ولد هذا اللي زي العصيمي نقص ولد القوه. لا مو ذمي والله اني ما عاد عندي في ظهر الغيب. يوم طاح سنك زين وربك جمالك كلنا نشتكي من الشيء هذا. من ياخذ؟ شوف وليد الحين المشكله وش هي؟ وليد ما تدري انا هذيك حذياني وليد هذا مني ماخذ هذه. شوف يسوي نفسي ما يعني اني ما ادري يعني ما ها 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 إيه. يعني عشان قلت جميل عبد الرحمن يا اخي هذا الكبير ولا الصغير؟ ما ادري وليد ها حرام عليك. انت ليش مقهور مني يوم الرجيم؟ هذا اللي مقطوعه انزل فك كذا. ليش 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 مقهور؟ انزل فك كذا كبير مره. انت سنونك شوف 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 الحركه ذي شوف كذا شوف تدري شباب اسمع اسمع تدري مقهور من ابراهيم عشان قلت كليجه تبارك في وجهه بعد اي هو مقهور يبغى يقول والله انت غبي صراحه اذا افطرت غبيس ما شاء الله وجهك يجي فيه بركه ويجي فيه كيف كيف يا اخي مفطر كليجه تغدى غبيس يشوف ايش يبي يا رجال اخاف تغدى غبيس يطيح سن ثاني خلاك نقص القوه سقط سنك وظهر جمالك الان تو ما اللي حلقت ما يقولون تو طلع وجهك انت تو طلع فمك ليه تشبيهات خايسه بس لعبت امدح لعبت امدح قمصل قمصل تنكسر سنك تو طلع ايش يقول لك ابراهيم عليك ايش؟ والله اقول عليك تشبيهات خايسه وزلفك عريض وعرضك سخيف ووجهك الشبهه الشبهه اشرها علي والله يوم امدح بدأ اللي يفطرك ليجه يا عيال تطيح سنونه زي ما ويصير شعرها اصفر الحرب وكشتوه تقل كشت هذاك اللي كمان اللي نذبحه في العيد زي اللي جنبك كسر سنك الكليجه كاسه سنك انقاطع انقاطعك للقسمان اعلن بالانضمام الى عبد الرحمن باللافي وانا قاطعك للقسمان بدايه من الكليجه لا مو هو بنحولها على الدغابيس حق الزهري لا كذا انت خلاص بنحولها على الزهري ابد اسمع شف ون جبنا اكلات اكلات شعبيه لا اشوفك توطوط اسمع اعلن ايضا الانضمام الى القسمه مجيد عبد المجيد ان جبت عشا قصيمي لا اشوفك توطوط عند الصوت ما نبي نوطط خلاص لما نميل على ابو زهره بيجي تغبيس حركات اخليك انت الله يحدنا عليك انت لا تجي خلاص ابراهيم
متى اللي يجي؟ قريب ان شاء الله. قريب ان شاء الله. الظاهر بنت بيسوي قبلك ليله حجازيه. تسوي من اللي بيسوي ليله فيك؟ لا شوفك تقول لي جتك كسرت شنو وليد عمك؟ 15 تسوي ليله حجازيه؟ ولد عمك فيه؟ عاد شلونهم تكسره ملك ليجه؟ والله من دقة تمر. لو انا دق حتى اسمع اسمع بالله ايش اسم اكلات الزاري؟ دغابيس. 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 تقبوسي. حتى اسمها. كليجه. كليجه. تقبوس. اخبرك. ريد كليجه. دغابيس. لا برضه. لا برضه عندهم شوف هالقصة عندك حنيني. عندهم. حنيني الله كيف حلوه حنيني حلوه والله ان اجمل اسم الاكل تحسهم غارفينها من قلبك كذا تقدم بكل حنان تقدم بكل قريب عارفها قريب تعود يا الله تحس معطيك قطعه من قلبه يا اخي اسمع هذا الاكل شكله احس اني اذا جايبه مع قايله مع الظهر تروح ترجع ولا لا بس والله حلو كليجه منوره الله يجزاها الجنه صراحه لذيذ قشت ها قشت الوالده اللي مسويتها وشو جدتك لا 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 جدتي شريتها الله يطول عمرك لجتها زينه وانا ما دريت ان جدتها اللي مشغله قشت ولا قشت الله العظيم قشت بدال بس عاد سن سن ولد عمي نطالب من تمر بدال كذا ايش اسمه هلود لا لا ايش اسم جدتها نوره ماما نوره ماما نوره نطالبها من هذا المنبر ان سن ولد عمي طاح من الكليجه ولذلك لابد انهم يركبون له القسمان يركبون له شلون هوليود يا عيال انتم الظاهر اي مصيبه تصير بهالمنتج ضروعنا وكسرتها بسبب كليجا ضروعنا كسرتها يا القصيمي وشلون اولاد عمي طرحتها تجحد ذبحتنا الله يرحم والديك تجحد الحين شوف هو يا انك الولد قومي دخلت واحده من اصابعك في ضلعه ترى باقي اصبعك لو انك استخدمت كسرت ضلوعه ولد عمي كسرت ضلوعه القمبي ما سلم غير اللي كسرت فخذه غير اللي جت ارتجاج في الجمجمه لو انك طالع برايم امس احسن انا بعرف هذا من ضربك ليجه ما شاء الله انا اكلتك ليجه طاحت شلون انت ليش تاكل ليجه وما شاء الله تبارك الله تكسر الناس عبد الرحمن هو يا اخي عبد الرحمن نعلن مقاطعتك ليجه الله يرزقك اي اكل ليجه بس نعلن مقاطعتك ليجه والانضمام الى دغابيس الزارين ابو لافي من النهايه من النهايه لعن نظام انت وهرجك على الاكل وسواليفك الفاضيه عسى الله يرزقك سالها بس توجه عبوس القلب وش يقول شوف شوف كيف فرج اصلا يا شعيراتك الصفر ذي تقل صابغه رجال تقول ظاهر بالشافي في وجهه تقول تقول كيك من عجه وجهك تقول اشهب شعر ما ادري شلون له بشكر له ما ادري سيف وجاي لا تدري ذكر بوشو تقول كيكه زعفران حبوي لا تعرف الحين جتك شلوطة ما بعض الأحيان لا قبة النار ثم جتك شلوطة في يدينك والشعر ما يجي لونه مشهب حتى لو محترق لو كانك رجال بالميلة على الدغبيس دغبوسي يا دغبيس يا أخي مع إني ما أحبه بس أحب أكله هو جلابري يا أبوي أحب الباحة وأحبك للباحة وأحب أهل الباحة لا تحدث مع الباحة ولا مع أهل الباحة الله يرضى عليك نبي ناكل عندنا حلوة وش اسمه حناء دقيقة بندور أكل عندنا ونجيكم أبغى أكل حلوة ما عندكم المرقوق يا رجال لا تقد اسم حلو قلب أدورك وجبة رئيسية التوش الله بالخير يا أخو صح ما تسوي الله بالخير خاصة أنا ولد عمي بما أن من هالطائف يعني احنا الله ما كان حمد العتبان عندنا مشهور اكله مشهوره اسمها فتوش ان شاء الله بنجيب لكم وتجربوا نشوف كيف راح تكون اسمه لو شفت كلجو دغبيش فتوش دغبيش كلجو دغبيش كلجو يا اخي تحس انك تحارب وانت تكلم لونه لذيذه والله لكن شوف كيف سمعك قتنا فتوش كذا طيب احنا ما عرفتوا عنا حاجه تخيل ابكى على فتوش ما عرفتوا عنا حاجه ابكى على الفتوش يقول ابكى على الفتوش ابكى على الفتوش ما عرفتوا عنا حاجه يا اللي جبت الفتوش جيب معه كبه يا سامي سم ذكرتني بالديره عندنا كبه بعد كيف تسوي كبه تفضل لازم شوف ام الدوم ما تلبس الفتوش حتى لو تفشل تكرر الفتوش كبه سامي 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 يا فتوش انت ما تعرف عندنا اكله معينه تدري ايش حنا كبه حنا شو نقول انت عندكم فتوش عندنا كبه حلو عندنا فتوش كبه وتبوله شفت يوم قلت كبه يحسبني انا اقول كبه تبوله الحمص
بالضيعة كلها حقتنا. والله ذكرتني بالضيعة. كلها بالضيعة حقتنا. بالضيعة بالضيعة بالله هذا هذا الحين من الضيعة. شو شو ليه من وين أنت جاي شو؟ يا أخي لا تذكرني بالديرة. أنا إيش أبي؟ تمجيد شايف بده شايف. تمجيد من عمي لا تذكرني بالديرة. آه تعال تعال. والله. تعال قريب. تذكرني بالديرة. الحين بنافي بالديرة تلبس هالقميص. إيه حبيلك. الأخبار. ذكرتني والله والله يا اخي مقهور منه يا من شو سماه طبعا تربى وش ياكلون لا لا اكلون موضوع يعني فطحه هذا تربى عصيد مو يعني ما ياكلون نفس كلاس لا 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 احنا عندنا ضيعاتنا ضيعاتنا وادي بسد ناكل فتوش وفم الدوم عند الذيابي ياكلون تبوله تبوله وحمص وزعتر باللي شو اسمه الحمد لله يعني هي ارزاق يعني هي ارزاق برهوم هي ارزاق لبني يا انت ربي ارزاق حتى اكلنا حتى اكلنا كيوت لبني زيتوني اللبني مسوي نسوي له حنيني مصابيب حنيني والله المصابيب احبها وقمت بيني وبينها علاقه حب قويه بن عمي اللبنه يسويها من عنا من حلال لبنه بالزيتون حلال من عنا من ها لها مباشره من المعايزات عندنا يحلبوهن و... مثل مره واحد من عيال عمي يا الله تكلم بلهجتنا يعني ايش ثقافتنا ايش ثقافتنا بالضيعه اسمه ابو حماد ابو حماد معروف اسم ابوه مو بفضاء ابو حمود والله ما شاء الله عليك زاين والله وجهك ما شاء الله جورج سكسوكا جورج اسم ابو جورج سكسوكا ولا الشعار شو ساوي كيف البرايم شو ساوي قول له شو ساوي والله شو ساوي يجي تحت العجز يجي عادي تفتح عارف بيتر بيتر وايدن كذا والله الحبيب نفسه طبقها مره الله يسعد ابو جورج يا طيب فريش طازه صحته انت تلقاه صحته تلقاه قويه ما شاء الله تبارك الله نو ما الاكل عنده بالضيعه شو جنن حتى البيضات ناخذها من الدجاج بش قلبي ما احلاه لا لا سعد وقاص الدجاج الشكشوكه عطى سعد وقاص بس في سؤال مبهور الحين من فحرين من لا في سؤال قبل سعود تطبخ اول شيء تدري ليش جمالك نفس الخيارات سنك المكسور عطى خيارين جمالك سنك المكسور والله نسمع له كثير جمالك سنك المكسور يا ابو داحم لعب فيهم لا انا والله اني ابو قلبك ابو العاصف انت انت دخلت دخلت الغرفه صب دخلت الغرفه صب نعم ضحى ضحى دخلت دخلت الغرفه صح ضحى اي الساعه 11 طيب كان فيه بشريه رقود صح وشو كان فيه ناس رقود جوا في الغرفة. إيه. صح. شايف عددهم بعد اثنين. اثنين ثلاثة حول. طيب. أنت رحت شاركت مجلس الشيبان صح؟ بغيت أشارك ولكن. لا شاركت شاركت ما قصت عندهم. ما دخلت عندهم ما شاركت. لا بغيت أدخل. لا والله إني نصي صاحي ونصي راقد. طيب. حاول في الجنب الثاني لا والله راقد. وقت مجلس الشيبان وين كنت أنت؟ وين كنت في مجلس اكتوبر؟ تسعة مقدم طيب ليش يوم تخش يعني انت المغزى ليش تدخل وتخلي الباب فاتح؟ انا بس وليش مجلس الشيبان وتاخذ لي لفه؟ دقيقه علم انت بينك مشكله بينك وبين الباب عراوي الباب بينك وبينها مشكله؟ ما بينك وبينها مشكله؟ ليش؟ لكن نسيت على علشان علشان الناس رقود وحر ومكيف خربان علشان هالطله الجميله هالوجه البشوش تصدق يا تصدق وجهي عيال وجهي شوف ما شفتهم اذا قلت انت مجنون ينقهرون ها اذا قلت انت مجنون هم ينقهرون 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 ولد عمي نار نار على تبودهم نار ها نار على تبودهم نار ايه البول لا لا ما له دخل حتسمع ولد عمك تدمح جلدته أنا أنت بفيه على العوينات أنت أنا أدبعها مهر غيري ما توقع أقول يا ولد صحيت على صوت قصايد وشيلات شياب اليوم أنا تابعهم على التلفزيون ذا الحين مدري الساعة كم من يوم صحيت
يا ولد تدري ايش جاء في بالي؟ احسب لنا العيال في المطبخ وانه ما حد صحان صلاه الظهر. الله شوف بن عاصم يا ولد ما حد صحان والغربه فاضيه ولا قمت يوم قمت طالع والله صوت الشيبه والله يا واحد صوته مثل صوتك احسب انه انت واحد ينشد عنده وتظن ابو سامي جات متحمس وتشخص وخش عنده. الحمد لله انا لانك تدري ليش تقول صوته مثل صوتك ما يقول ادعي سميه في المزارين تقول اخي سميه في المزارين ندعيك شربت يبري ادعي سميه في المزارين لا عشق سمية في البزارين عشق سمية في البزارين ندعيه. وفي ناس يقولون ايش اشوفك في كل الوجيه في كل وجيه البشر الحين ليش يقول شو مثلا انا شفتك الحين عينك وجهك حتى لو ما فيك شيء يقول يا اخي تذكرني بفلان. ليش يقول تذكرني بفلان؟ ليش؟ عشان طريق هو جسمه لا طريق حلو بالنسبه ايش يوم يجي طريق تلقاه ولا ترك وجهك ركبه وذاك فلان مو بركبه بس يجيب طريق عشان اها عندك علم نفس انت في مو علم نفس هذا بعد نظر خلوا علم النفس علم النفس وبتتطرق له بتروح يعني فيه بعد النظر ها بعد النظر بعد النظر بعد النظر مو هو الحين شوف اي مثل علم النفس علم النفس انت طريت علم النفس شوف التقاطعات انا ما احبها صاير اكرهها لكن اذرب على الشاهد اللي صرت بحلال عند الولي بدي شو يقول وصل حفل رشاون قطاع سعدوني هذول يا الرجال عيال الرجال ما يقطعوا اصواتنا هذا محلنا رجال عيال رجال اضرب صوتك على صوت الرجال لما الرجال لا يشكتونك انا الفتره الاخيره والله والله كان في بعض الفتره الاخيره لا مو صرت اعشق تقاطع اصوات الجلسه اللي ما فيها تقاطع اصوات ما اقوم منها تبى الصدق خلاص تبى العلم اللي يجي من الشارب جتني عدوى تبى العلم اللي يجي من الشارب ما في تقاطع اصوات غير مجالس الرباعي ولا مجالس الريجيل تلقى رجال واحد يهرج خذ العلم اللي على هالكلام 60 يوم رجال احنا هذا الكلام اللي ما فيه لا لف ولا دوره لا دخلت مجلس الريجيل تلقى واحد يهرج والباقي سكوت لكن هذا اللي يدري بعد لعب روح اللي قلت العيد لا مو وقته لا رد تقول لي بس تحصل اخطاء من اخويانا علوم المطر تحصل الاخطاء من اخويانا صح ولا لا اسمع احنا بعد الصلاه احنا ماشيين كذا انت قمت تسوي هذول ريجي العيال ريجي انا خاوي انك طالع تصير طريقه من حدر لذلك راحت طريقه من حدر وانقلبت وجابت العيد بعد خلني تلبس الرجال عندي مطبخ طاير بركه بروح بتلبس سوالف كانها ما تم اللي ابو العاصب بتجنز تلبس جنس يفضحنا فضحاه ايش يسوي ولد تلبس جنس جنس عمرك وقميص اصفر تلبس جنس انت الرجال على الرجال ما يلبسون الجنوس ليش لابس فقرات كابس ايش لابس فيها تلبس جنس تحطني مع مجموعه صح اخذها من عندك اكو من عاصم يلبس جنس اخذها من عندك انا حقي خيمه تلبس انت ويلبس ايه ليلى ترى طالع الحبل منك اللي عندهم المطبخ كلهم يتخاشروا فيه. لا يمدك تجبن فيه بعد جايب غبر. يا مرحبا يا ابو العاب والله نذرك والله انك خشم طيب. والله العظيم ان خشمك على طيب. ودي اروح الحويه هناك تمشي وديك المطبع. لت الحويه مقر السيل والورد يغشي اراضيها ابو العاب. يقول سق الله ليالي خالد عشتها وياك سق الله ليالي خالد عشتها وياك درب الحوية بين عشب وغدراني تولى تبك والله تبع لي على فرقك راح يا العيال كيف الحال يا عيال اموركم زينه الله يعافي قلبك والله يا عجل حضرها سقى الله ليالي عشتها خالده
سق الله ليالي خالي سق الله ليالي خالي يا عشتها وياك بدرب الحوية بين عشف وغدراني أكوي تولعت بك والله كتب لي على فرقك حسبي على الحظ ردك أنا أشقاني وتولعت بك والله لما علي على فرقك وانا على لساني اقول انا سامع عشان غبيسو وقلبي يقول لي لا 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 تسيب ترى تندم يهو عش واقف امامنا يا شباب وقلبي يقول لي لا تسيب ترى تندم انا بتبع قلبي وبسمع علي من الناس كذا يقولون المحبة لها مقياس وانا بات العب اي ولد كذا يقولون المحبة لها مقياس يقولون المحبة يلاقي مثيله وقلبي يقول لي لا تسيب ترى يندم الله يهب لك عقل الله يهب لك عقل تولعت بك والله ذبحني على فرقاك ما في لا حبة فدرب الحوية في درب الغدرة تنقص كذي كذي اوه ما في معك عقل شيء دغو وش اسم حق الاثناء فتوش احنا بالعصوم بس مطيري. فتوش والذيبه ومدوم عندهم كبه. عندهم تبوله يا رجل احنا عندنا دغابيس ايش تبغى ونعم دغابيس والله ونعم ايش تبغى خلك بالفتوش حقك توكل على الله والله لكم توكل على الله انت الفتوش حقك يلا يلا واعطيك العافيه يلا دقيقه باخذك وتاخذني دقيقه تبغى شيء يا اخوان سام دناكم الله حالك بديت تخاف ها نصيحة يا أصفر نصيحة يلا يلا أصمقنا يا رجال فتوش أنا أعرفه ما عندهم لا فتوش ولا عندهم شيء أعرفهم عبد الرحمن لسامي يا رجال جاي ذاك اليوم توك تاك سوي سندش تباف ما نسرع لك ولد سم إيش رأيك نكسر الروتين إيه واحد اثنين ثلاث أربع لا حد يرقد نبي نروح لمطبخ ضيوف نجلس ايش فيكم؟ انا والله اللي يحب الخصم صدق مو بجايك خصم احنا ما لنا مشاركين بنخلي ساير بس اجي سمعنا فادي الزرقاء انا تم ان كان الوضع تمام إيه؟ حتى في الزرقاء وانا تم وان شاء الله يطلع اسمي يقولون اطلع خلود كم مره طلع اسمك؟ في واحد طلع مرتين ولا مره؟ تدري انا ما يمدي ان شاء الله يطلع اسمك متفائل انه بيطلع اسمك تدري ما يمدي اليوم ادخل مطبخ انا؟ الخميس مرتين يعني عندك؟ اي انا موجود مرتين خلاص مرتين ما يمدي تدري ايش المصيبة عندي يا اخي طيب ابغى انا مرة ثالثة رابعة عادي تدري ايش المصيبة عندي انا؟ مصيبتين، اما المصيبة الأولى ما قد طلع اسمي مرتين في الأسبوع اليوم ألغوا قرار ثلاث مرات في الأسبوع الله لا يجيب المصائب واما المصيبة مصيبة برنامجية اما المصيبة الثانية تمام؟ في عندي الأسبوع هذا يومين ورا بعض في المطبخ والمصيبة العب أتوقع أنها اثنين ثلاثة أو ثلاثة أربعة والمصيبة العب تدري ايش؟ ضد من؟ المصيبة الأعظم أن المرة الثانية ضد فهد والأولى ضدي أنا والمصيبة الأعظم والأعظم أن معي عاد بن هيف وركان بن ملهي الله يكون في عونك أنت معك عاد بن هيف وركان بيحط رجع على الرجل في المطبخ تدري أنك استفدت أنك بس بقطع مرتين على الأقل تجي لا والله أنت ذا أطلع اسمك للحين الله كريم وين؟ هو عادل عنده حس طبخ عادل يبغى يشتغل بس ما يعرف عادل ما عنده يبغى يشتغل بس ما يعرف شفت هذا؟ فهاد لو ما في اسئله في المطبخ ارتكر الطبخه بس ترد هالاسئله مرات على الطبخه ولو خلاص لا ارتكا ما عاد يقوم على قدر انا لا بديت شغل انجزي ابالي مقص اظافر حتى انا الحين بسالك سؤال بما انك ما شاء الله حافظ القران نعم هل يجوز تبون قهوه يا عيال اني صحيت مثلا وليد قهوه لا اكو اليوم شيء صحيت مثلا صلاه الظهر وانا ما صليت الفجر مثلا راحت علي نوم ولا شيء هل يجوز أصلي الظهر بعدين أصلي الفجر؟ هذا فنجانك ولا؟ والله شف هذا فنجانك ولا؟ إي أنت قهوي موجود أي والله صب لي فنجان تقهوي طيب الله يلعن الشيطان أنا أقول يا رجال أبغى يقهوينا غصب فنجاني وين؟
والله من خلي يقوم قلبك ما قلبه بارد امس فالمسرح بارد امس ها اهم شيء عندك الركشنات ركشنك فنجاني انا بس ايه لا على